هيدي الحلقة مكتوبة من مكان سياحي بوش صخرة الروشة، عنده أقل فنجان قهوة ب500 ألف، أي حوالي 6 دولار من بعد الانخفاض الكبير اللي صار بالدولار مبارح قبل ما يرجع يسجل ارتفاع كبير. هلأ هيدا الارتفاع والانخفاض بده يبلش أكيد، لأن كبير اللصوص رياض سلامة فات بشهره، بلش العد العكسي للشغور بمنصب الحاكم الماروني، والسيناريوهات الأقرب للتحقيق هو استلام نائبه الأول وسيم منصوري. منصوري شيعي محسوب على بري أحد أقطاب الثنائي، أكيد تخيلوا يعني الشيعي بمركز مرموق بالدولة يكون مستقل مثلا. المهم منصوري المحسوب على الثنائي عم بحضر حاله، وزار أول شيء واشنطن، اجتمع مع مسؤولين بوزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مكافحة تبييض الأموال. حدا حاسس قديه علاقة الثنائي بالشيطان الأبعد غريبة؟ أنا بدل الأمريكان ما بحكي معهم، هيك بتحس العلاقة أبيوزف. الثنائي بس يكون عنده مصلحة معهم بيتقرب منهم وبياخد النصيحة، بس إذا حدا تاني بيعملها بينزل الغضب الساطع على العملاء تبع السفرات. خلينا بالمهم، جريمة ارتكبت بالقرن السوداء حيث تم قنص شابين من بشري بخلاف على أراضي والمياه بيتكرر كل فترة. الجديد بالخلاف عملية القنص، أهم العبارات اللي استخدمت مع الجريمة ضبط النفس، وقد الفتنة، عدم الانجرار نحو الفتنة، وغيرها من العبارات اللي فيها دلالات على قدي الوضع مضبوط وقدي أي جريمة ترتكب بهالبلد بكل بساطة ممكن تتحول لميني حرب أهلية من دون أي مقدمات. ورجع الحكي بطابور خامس وأيد سودة عم تتربص بالسلم الأهلي، ودعوات للتعالي عن الجرح، هيدا دايما بيقع على عاتق أهل القتيل، حيث دايما بتم القبض على القتيل والقاتل بينفتح تحقيق ليجيبوه. فتح التحقيق ما بيعني الوصول للحقيقة، والوصول للحقيقة إذا حصل ما بيعني بالضرورة محاكمة القاتل أو تسليمه. للأسف صار الواحد بس يقرأ بأي قضية أنه طلب من الجيش تحمل مسؤوليته وحماية الشعب، أو طلب من القضاء إنزال أقصى العقوبة بحق المرتكبين، بحسة نكتة. بصير مثل الشريط بتدور الأحداث، أي متى آخر مرة فعلا هالشي صار؟ ايه ممكن بتصير كل فترة بسرقة، بصفقة، بمخدرات، عملية قتل بالشارع، بس كل جريمة ترتكب بيطلع فيها طرف ما وبيقول نحن رفعنا الغطاء عن كل من يظهره التحقيق متورطا، يعني ينعاد عليكم السلام لروح القتلى وحقهم بالجنة، لأن أو بيتسلم خي القاتل القاصر، أو بيجيبوا شي عنصر متفلت وبيحطوه لوقت معين بالسجن لحد ما يلاقوا له مخرج. بس واحد عنده جرأة يقنص أو يرتكب جريمة كبيرة، هيدا أسد ما بيتسلم بسهولة، خصوصي أنه القضاء مشغول يوم بملاحقة نساء معنفات ويوم بملاحقة صحفيين، نزولاً عند رغبة الواصلين والمشاهير. هيدا أبرز حدث بالشق الأمني، فضلاً عن كمية جرائم بسرقة واعتداءات وعنف وغيرها ما بتخلص وما رح فوت فيهم حرصاً على الموسم السياحي. بالسياسة بعتقد الأحداث بفرنسا شوي رح تشغل بال ماكرون أكتر من أنه إذا بيجي رئيس على لبنان أو ما بيجي. والنائب جورج عدوان كرر رفضه للإملاءات الفرنسية علينا، وهيدا دليل أنه بعدها أسهم فرنجية عالية عند ماكرون. وسأل عدوان إذا بيقبل ماكرون أنه كلبنانيين نتدخل بالتظاهرات الفرنسية أو نبعت مفادين لحلها. بعتقد إذا منبعت لهم شعبة خندق الغميق لقمع التظاهرات ما كتير رح يزعلوا. على كل حال النائب عدوان حدد لهم للفرنسيين أنه المطلوب منهم هو تنشيط الحراك الدولي لمنع التدخل الإيراني بلبنان عبر وقف تسليح حزب الله. المجتمع الدولي بلش يضيق زرعا بنا، وعدد من النواب الأوروبيين انتقدوا بشدة القوى السياسية اللبنانية لتعطيل انتخابات رئيس الجمهورية والفساد المستشري والإصلاحات التي لم تنفذ بعد، وشددوا على ضرورة عودة النازحين السوريين لبلادهم ومحاكمة الطبقة السياسية اللي دمرت الدولة. للأمانة مطالبهم محققة هالنواب الأوروبيين، يا ريت بياخدوا شي 100 نايب من عنا وبيجيبوا لنا بدالهم أوروبيين، يعني نواب الاتحاد الأوروبي رح يبلشوا يصفونا كفوف لنوعه. إنه بتحس هيدا المجتمع الدولي عم بهزنا لنوقف مع حالنا وحالنا ما فارقة معه. لفتني صراحة الإشارة لضرورة عودة النازحين السوريين لبلدهم، هيدا الطلب بيتناقض مع شو خبرونا اللي عنا، إنه الأوروبيين ما بدهم يهون يفلوا، على أساس إنه ما خلوهم يحلوا قضية النازحين.
مين لازم نصدق؟ حكامنا الفاسدين المجرمين الفشلة أو النواب الأوروبيين؟ أنا بقول لازم نصدق حكامنا لأن ما عندهم وجهين، صارحين بسياساتهم الداخلية والخارجية. بلد فيه 17,000 مفقود، يعني المفروض بيعرف اللوعة كتير كتير منيح. بيرفض التصويت على لجنة دولية للتحقيق بالمفقودين بالحرب السورية، بس حجة وزير الخارجية مقنعة كتير. هنا للحقيقة أكتر من حجة، الأولى أنه هيدي اللجنة بس رح تحقق بالمفقودين بالسورية آخر 12 سنة، يعني ما بتشمل اللبنانيين، علما أنه في سمير كساب بين هول المفقودين وهو لبناني، وكمان كأنه 100,000 مفقود سوري نحن مش معنيين فيهم ولو حتى بموقف أخلاقي. تاني حجة من قبل وزير الخارجية قال نحن ما بنخرج عن الجو العربي العام اللي كله صوت ضد اللجنة أو امتنع عن التصويت، نحن مع الإجماع العربي حتى النخاع، وراجعوا آخر كم سنة كل تصرفاتنا وعروبتنا اللي ما عم تنزل عن الرف. والحجة الأهم من هول كلهم أنه دايماً اللي استعملها وزير الخارجية لما قال هي قرارات الأمم المتحدة ما لها طعمة ولا مرة طبقت، وإذا شيء طبق مش الأمم المتحدة اللي طبقته بشطارتها، روحوا راجعوا القرار 425. على الهامش الأحباط السني يتمدد، قال مختلفين العماد عثمان ووزير الداخلية على التعيينات، وكأنه هالحالة الأحباط ما في شي رح يخفف منها، بركي جولة أحمد الحريري اللي طلبها منه سعد عبر البحار تخفف شوي الوطأة. عبالي بس ملف واحد أو مسؤول واحد أو قضية واحدة تمشي بمسار الطبيعي بهالبلد، كله من أكبر راس لأصغر راس فاتح على حسابه. قبل ما أختم انطلق موسم أهلا بهالطلة، أهلا والأرضية والبنى التحتية كلها تحضرت لاستقبال المهجرين اللبنانيين من بلاد العالم المختلفة. خدوا عندكم الفيديو اللي انتشر عن النظافة بحمامات المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية بيت الدين اللي عم يتحضر للمهرجانات. في كمان على سبيل المثال للحصر الطرقات اللي ما فيها ولا لمبة بالليل، ما هو السهران بيكون ضايق خلقه من الموسيقى والإضاءة، بتأمن له الطرقات المطفاية جو رومانسي 100% للساهرين من بعد الليل الحافل. الشيء الوحيد المضمون تلاقيه إذا لقيت محل تسهر أو تاكل لأنه المحلات مفولة هو خدمة الفالي باركينج. هلا هن الشباب شوي ملحين كتير وبياخذوا الشارع من أوله لآخره وبيمنعوا حدا يصف، ووقحين لدرجة إنه ممكن يعملوا معك مشكل، بس هيدا كله لصالحك، هن موجودين لتسهيل الأمور عليك بدل ما تتعذب أنت بالصفة. انت وعم تتخلق عليهم انه ما بتحب حدا يسوق سيارتك او بدك تصف، واهضم شيء اذا استعملت عبارة انت كمغترب، يعني هيدا الشارع ملك الدولة. انت معك حق، هو الشارع ملك الدولة، بس الشباب عم بيحافظوا على برستيجك كلبناني، هيك لا تنزل مثل الطاووس من السيارة بعد ما توقف بنص الشارع ويسكروا السير وراك لنص ساعة، بس انت ما عم تقدر هالنعمة. الحفلات ماشية وفنانين كبار عم بغنوا والحجوزات مفولة، وعن جد نحن الشاب بيستحق فرصة. للأسف انه هيدا المشهد العام عصي على الفهم ببلد كل أساساته مخلخلة، بس ايه بالنتيجة بدنا نعيش. تطلع بتلاقي الدولة بأمها وبيها عايشة على الشحادة وناطرة أي دولة تشحدها، بالوقت اللي عم نجيب مغنيين لندفع لهم 750,000 دولار ليحيوا حفلات ما عم تبقى بطاقاتهم أكثر من ساعات لتنباع كلها. هي الفكرة مش انه نحنا مش لازم نجيب عالم من برا، بس الفكرة كيف بدك تقنع الشعوب اللي رايح تشحد منها انه انت الشعب عن جد شحاد. ما بقدر انا هلأ مثلا ابقى عم نأكل النهار انه معي اكل وطعمي بنتي وعائلتي، وبالليل البس فستان من عند الي صعب وروح اسهر، والصبح ارجع البس توب الشحادة. بعدين مالي، المفروض نعطي شوي من المغنيين وفرق بتاخد العقل من اللبنانيين فرصة لكمان هني يستفيدوا من فورة هيدي السهرات بالبلد. في عنا أساتذة كونسيرفاتوار عم يعملوا حفلات باللحم الحي لياكلوا ويشربوا بظل مدراء ومسؤولين مش مسؤولين إلا عن صورتهم. عنك غريبي
كله منيح وتبقى المخاوف محصورة بالبنى التحتية وبالخدمات، لأن على ما يبدو الخيمة اللي نصبها حزب العزة والكرامة بشبعة عاملة قصة مع العدو الإسرائيلي الغاشم اللي مستاء من ازدياد قدرات الدفاع الجوية طبع حزب الله، اللي حوالي 35 دولة بالعالم عم بتلاحق نشاطاته بمؤامرة كونية عليه، واللي أهم من كل هيدا مستعد يتحاور ليجيب فرنجية رئيس جمهورية علينا. إن شاء الله موت إذا عم كذب. موسم أهلا بهالطلة أهلا انطلق انطلاقة واعدة وكلنا بحاجة لعطلة. أكتر عالم بحاجة لعطلة هن العاطلين عن العمل لسبب من الأسباب، القعدة بلا شغل بتتعب أكتر من الشغل، فبلا نق أصلاً، النق بالصيف مش حلو بشوب أكتر والشوب بضيق الخلق. خليني ساكت.